يا اهلا وسهلا بك اخي العزيز. اطلعنا على اخر مستجدات جبهات البيضاء. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك اخي العزيز الطاقم الاعلامي في قناه اليمن اليوم، ايضا اخي العزيز نشكر الساده المشاهدين الكرام. الانتصارات حقيقه متواليه ومتسارعه، وكل ساعه وهناك جديد. لقد حققت قوات الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه وباسناد من تحالف دعم الشرعيه انتصارات كبيره في المناطق المحيطه بمدينه البيضاء عاصمه المحافظه، وسط انهيار متسارع وخسائر جمه لتلك الميليشيات الحوثيه، وتمكنت قوات الجيش والمقاومه من التحرير والسيطره والتامين لمركز مديريه الزاهر ومناطق الخلوه والروضه، ومستمر التقدم والتقرب لتحرير مدينه البيضاء وتامينها، وقد لاذ العديد من قياده الميليشيات الحوثيه بالفرار من المدينه باتجاه مدينه ذمار والعاصمه صنعاء. اسفرت المعارك اخي العزيز عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح، فيما تمكنت دفاعات الجيش من اسقاط طائره مسيره متفجره كان هدفها قتل المدنيين في تلك المناطق. كما تمكنت قوات الجيش من استعاده اسلحه ثقيله ومتوسطه وخفيفه، منها عربتين بي ام بي وكميات من العتاد والذخائر المتنوعه، وخسرت الميليشيات عشرات القتلى والجرحى من عناصرها، وتدمير ايضا العديد من الاسلحه والمعدات، وتدمير 8 أطقم كانت تحمل عناصر حوثيه واسلحه وذخائر. اما في جبهه الحازميه وهي اليوم ايضا هناك تقدم كبير في مديريه الصومعة، واصلت قوات الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه ايضا هجمات باغته على مواقع كانت مركز فيها الميليشيات الانقلابيه الحوثيه في مديريه الصومعة المحاذيه لمركز مدينه البيضاء، بعد تحرير عدد من المواقع الاستراتيجيه في المديريه، واهمها مواقع جبل الجماجم الاستراتيجي والهام، ومواقع وفاء والسوس وشبكه المضاحي والشارده وجبل شوكان، ومواقع الشجره وشباعه وقريه المضاحي، وكذلك الان التقدم في اتجاه منطقه الضحاكي في الحازميه. المعارك اخي العزيز مستمره بروح معنويه عاليه، تحقق قوات الجيش والمقاومه ورجال القبائل انتصارات ومكاسب على الارض، وايضا استخدام التكتيكات العسكريه من الالتفاف والتطويق والمناوره. قواتنا على مشارف مدينه البيضاء وبالقرب ايضا من الخط الاسفلتي الرابط بين مدينه البيضاء ومكيرات. الميليشيات الحوثيه تكبدت ايضا خسائر في عشرات القتلى والجرحى، وتم تدمير 8 أطقم، 7 أطقم قتاليه كانت تحمل تعزيزات الميليشيات الانقلابيه الحوثيه، وتم تدمير ايضا عربه مدرعه كانت تحمل مدفع 23 مضاد طيران، وتم استعاده كميه من الاسلحه والذخائر واسقاط طائره مسيره كانت متجهه لاستهداف المدنيين. اما في الملاجم، طيران التحالف ايضا استهدف تعزيزات ميليشيات لعده غارات، وفي جبهه ناطع ايضا نفذوا عمليه اغاره ناجحه على مواقع الميليشيات، وتم سقوط العديد من عناصر الميليشيات الجريح وتدمير عدد من الاطقم والمعدات القتاليه وما عليها من ذخائر. نعم سياده العميد، سياده العميد، منطقه العوين ماذا عنها وهل تم تحريرها؟ اعد الكلام. منطقه العوين، منطقه العوين، قواتنا على مشارف هذه المنطقه الهامه وهي محاذيه لمدينة البيضاء، عما قريب إن شاء الله ستتحرر هذه المنطقة، عما قريب ستتحرر محافظة البيضاء بالكامل. هناك عزيمة كاملة من رجال قبائل البيضاء ومن الجيش والمقاومة في استكمال تحرير هذه المحافظة الهامة، الذي تتوسط أيضا المحافظة الشمالية وتحيط بها 3 محافظات يمنية، 3 غير محررة كمحافظة صنعاء وذمار وإب وشبوة التي محررة، أقصد مارب، المحيط بها مارب وشبوة وأبين ولاحق والضالع، ستكون أيضا مفتاح لاستكمال تحرير بقية المحافظة اليمنية. نعم، كيف يمكن المحافظة على ما تم تحريره والانطلاق إلى تحرير المديريات الأخرى؟ هذا سؤال وجيه وهام أخي العزيز. نحن في إطار خطة وزارة الدفاع ورئيسة الأركان العامة، ومن خلال تقدم القوات، هناك قوات تقوم بتأمين المواقع، وهناك أيضا قوات أخرى هي التي تقوم بتنفيذ العملية الهجومية، وقوات تقوم بتنفيذ العملية الدفاعية. أيضا يتم إزالة الألغام التي زرعتها الميليشيات الانقلابية الحوثية، وأيضا إقامة التحصينات الهندسية الهامة لصد تلك الميليشيات، واستفدنا أيضا من التحصينات التي عملها العدو في تلك الجبال العالية، استفاد منها الآن الجيش والمقاومة، والتأمين أيضا إيجاد النقاط القوية ونقاط المراقبة، والأهم من ذلك أن هناك الحاضنة الشعبية بنسبة 98% مع الدولة، مع الشرعية، مع الجيش الوطني في تلك المناطق، وقاموا أيضا بتأمين قراهم ومناطقهم، وكان هناك كما سمعت أيضا أنت وسمع كل اليمنيين زغردة النساء في فرحة العودة إلى بيوتهم الذين هجرتهم منها الميليشيات الانقلاب الحوثية، وكذلك المواطنين والأطفال هربوا بشكل فرار جماعي من تلك المناطق، وبإذن الله لن يعودوا إليها. نعم، العميد ركن عبد المجلي المتحدث باسم القوات الحكومية، شكرا جزيلا.